التجربة الأولى هي اسمها لوح الدوار. كل متسابق هينام على لوح الدوار وهيتم تقييد رجليه ويد واحدة. في اليد التانية هيكون فيه 3 مفاتيح. بسرعة يعوم لغاية ما يوصل لعلامة فير فاكتور. المتسابقين اللي هيحققوا المهمة ديت في أقصر وقت ممكن هم اللي هيتنقلوا معانا للمرحلة التانية. 2-1 جو! جزء في هاي المرحلة هو الموازنة بين التنفس والطريقة اللي بتدور بها على المفاتيح.